السلام عليكم اموركم سيتزيد شارة تبدأ ولا بس معكم ايش اليوم شامبو جيم بلاي جديد على جو رعب ينعم جو رعب وتونسي الجو هذي اسمه فاند واي اوت جو باثوي لي ديريكت شنو عملي جيم بلاي وزاد ميساج صغير باش نبعثو للعباد اللي ديفلوبي في الجو الكل التوانسه خاصه دي مره فيهم يحكي اش بيكم انت مش جيم بلاي تاع الجو التوانسه اش بيكم ترشني وش بيكم ماكمش لهين بالكوميونيتي التونسيه تاع ديفلوبمون والفريق هذاك الكل خويا انت تبعث لي جو مش انا نجي نعمل الجيم بلاي كيك انت كي تبعث لي جو انا وقت نعمل عليه جيم بلاي صحيح تشرف فهمتوا الحكايه هذ حم دابا باش نبداو نجربو الجو بسم الله بلاي ظهر من صوته تونسي حاس ما فيهش برشا رعب انا ما نعرفش عليه او ماي هيد اوه باهي ومن بعد باهي من بعد ضربته الدوخ هذا ضرب ديخ مسكين كيف بخزط باهي ماهوش موجود باهي القصه نتاع الجو الاولاد هي لازمك تخرج من السبيطار هذايا عملت اكسيدون دخلت في السبيطار السبيطار هذا طلع مهجور ومسكون انتي لازمك تخرج منه هما هبطوا ديمو جست شوية من القصة نزلت القصة مش كاملة مانيش عارف شنو باش نعمل بالضبط توا مازلت ما نعرف حتى شي شنو باش يجرى بالضبط في الجيم سو نجربوا مع بعضنا وان شاء الله تكون جو تعفونا ما فجعتوا ما بديت الجو هذي حاجة خايبة على الاخر بين الورقة الاولى قالك اقعد النمرو هذا اقعد حافظه نعرفش عليه قالك العباد كل ميتة هوني كالعادة الساقين ما يتراوش هوني يزمي الاكثر الا وجع الورق الكل اللي موجودين هوني بيه بيليت بينا بيلة اخرى والله ما غير تفاد ليك كجو حتى لتوا ما ريتش حاجة خايبة يعني كلش اخي كل ما نجي نحكي على الجو يجي بيحد يوجع دين والدايا نعم دين والدي نعم دين والدي خلنا عاود نرجع نحكي تاويك لق والله لاني حكي شي حاب نجي وخجي فجعت ورا بعضهم معدين وين تيكو والله لاني عارف شنو لازمني نعمل كل ورقة الكود يمكن هذاك لازمني نطلع سي بون فهمتها برا عطا ولا وجع على ورقة ومن هنا بدأت المأساة ساعة كاملة وانا لوج على ورقة الكاميرا تحت شارج مفقتش بها دخلت بعضها الدنيا رسيلي نعود شرجي الكاميرا مش نكملكم الجيم بلاي ينعم على خاطركم الدومة نصبر 10 سوايع 20 ساعة مش خرجيكم فيديو ينعم هذي قفة ليكم الدومة مش تعملوا لايك وبرتاج وريقة ذاك الكل فاك تفرج الورقة فين نلقاها تفرج وين حاطين الورقة بالله كي اخوي يعني بالورقة الثالثة بس نلقاها كي امتركنا زادة مدام جاني وحش واني باز متأكد اللي بشكون فما حاجة متأكد اللي فما حاجة الوراق بلايسهم برجو ليا واخيرا لقينا الورقة الاخرى اوه الكود 2-6-4 يا ربي تواليت خمج متعوضني والله خمج بجاه ربي ويش حسست سبيطارات متاع تونس نظاف ارتاح مش وين حلو البيب فيس وينو البيب ياو 2-6 حلينا البيب بعد والله تقريب ساعة وخايف لتتيح لتشارج الكاميرا ساعة كاملة نلعب باش نلقى 3 أوراق بالحق جو صعيبة على الاخر ساعة كاملة نلعب باش نلقى نعم بو امك شو عليك هذي الباب اللي ما يتحلش مقبلة جينا نحلو فيه ما حبش يتحل بالمفتاح باش نكون واقعي برشا جو تحفونا برشا هذا يرى جوست الديمو متاع الجو من الحاجات الصغار اللي ننصحكم تعملوها الولاد في الجو الوراق تبدلوا بلايصهم برجولي بلايصهم صعب ياسر لقيت بريسك ساعة اللوج على الورقة بركة واحدة متركنا في ترشنية والأخرى متركنا ترافين وننصحكم حاجة أخرى اللي
الوراق تعملوا شوا اخرين يعني مش تحطوا كان شوا برك العبيد كل يعني باش تلقى شوا ذاك كي واحد ينزل بلاي يلقى شوا اخر. وفما تعرف جليتش في اللي شاب ساعات كي تنزل اللي شاب تتبلانط الجو بقيت نعاود فيها يعني. برافو الناس الكل وانتم لازمكم تعاونوهم الاولاد بارتاج الجو ونحط لكم اللي هي الجو تيلي شارجيو وحطوا لهم 5 نجوم وبرافو خدمه تحفونا. والحاجه اللي تستفيد بها من الجو وكل شيء اللي الطريق اللي تمشي فيه تلقى فيه برشا نبار وبرشا عراقيل اعرف الطريق هذاك هو اللي باش يوصلك ديجا ذيك هي حاسب ما شفت في الجو كل ما تجيك فجعه اعرف راه في الطريق هذاك انت ماشي صحيح واي جو رعبك يعني من الاخر كان فما نباره كان فما حاجه في حياتك اعرف انت راك ماشي في الطريق الصحيح وبالسلامه الاولاد.